من بين هؤلاء الباحثين الذين سيحضرون معنا لتأتيت هذا الفضاء العلمي بإسهاماتهم القيمة، الأستاذ ربيع العوادي، وهو حاصل على دكتوراه في التاريخ المعاصر سنة 2014 من كلية الآداب بظهر المهراس. الأستاذ ربيع العوادي له منشورات متعددة ومختلفة، وعلى مستوى النشر الفردي لديه كتاب صورة مصر في كتابات الرحالة المغاربة، وهو الكتاب الحائز على جائزة ابن بطوطة للدراسات سنة 2020-2021. ثم من بين إسهاماته العلمية أنه انخرط في مجموعة من الكتب الجماعية إسهاما، وذلك من خلال العنوان الآتي: دور العلماء في ترسيخ قيم التسامح والاعتدال من خلال موقفهم من الاسترقاق بالسودان الغرب. ثم أيضا له كتاب جماعي آخر: قيم التعايش التاريخي وتأثيره على المجتمع المصري، والصادر عن مركز فاطمة الفهرية للدراسة والأبحاث. كما للأستاذ ربيع مجموعة من المقالات العلمية المنشورة في مختلف المنابر المغربية والعربية، كما له مجموعة من المشاركات في ندوات وأيام دراسية ومؤتمرات متنوعة، وهو عضو بمجموعة من اللجان العلمية. فليتفضل الأستاذ ربيع العوادي. مشكور. صوت الأستاذ ربيع، الله يجزيك بخير، حيد كتم الصوت. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أقدم في البداية شكري الجزيل للجمعية المغربية للباحثين في أدب الرحلة على تنظيمها هذه الرحلة القيمة حول مغرب القرن التاسع عشر بعيون رحالية. وأقدم شكري الجزيل كذلك للدكتور مشعل الصوري على مجهوداته القيمة والمباركة في العناية بأدب الرحلة والبحث في الرحلة والرحلات في مختلف الجوانب الأدبية والتاريخية وغيرها من الحقول المعرفية التي تتناولها. كما أقدم شكري الجزيل للسيد رئيس الجلسة على ما قدمتموه لي من أوصاف. وأقدم كذلك شكري للسادة الأساتذة المشاركين معنا وللحضور الكريم وللمشاهدين الكرام. تتناول مداخلتي لهذه الندوة مغرب القرن التاسع عشر بعيون حجاج مغاربة، حيث تطرق الرحال المغاربة الذين قصدوا الحجاز خلال القرن التاسع عشر في نصوصهم الرحلية إلى الحديث عن الأوضاع في المغرب، مستهلين رحلاتهم بالإشارة إلى موضوع السفر وما يرتبط به من استعدادات لهذا السفر الطويل بالوجهة الدينية من أدعية وأذكار وأوراق، فضلا عن مستلزمات وعدة السفر ووسائل النقل المستعملة بمختلف أنواعها برا وبحرا من دواب وسفن، مشيرين في نفس الوقت إلى منظر خروج وتوديع الحجاج وما يرافقه من مشاعر الحزن على فراق الأهل والأحباب، ونوعت ذلك في القلوب مع طول فترة تغيب الحجاج عن أهلهم ومواطنهم. هدفنا فضلا عن حديثهم عن أنواع المشاق وألوان المحن التي كابدها الحجاج وهم يتنقلون في مغرب القرن التاسع عشر صوب الحدود والمنافذ البرية والبحرية، مما جعل الارتحال مغامرة خطيرة والإقدام عليه مبادرة غير مضمونة العواقب، رغم التحسن النسبي لظروف السفر عبر الطريق البحري بعد احتلال فرنسا للجزائر. فتحول اجتيازهم للمسارات البرية الأفقية المنطلقة من فاس في اتجاه الحدود الجزائرية المغربية بعد إغلاق هذه الحدود البرية صوب الموانئ والمنافذ البحرية التي قصدها الحجاج للسفر نحو الحجاز. بذلك لم يعد التنقل صوب مدينة فاس ومنها نحو الحدود الجزائرية المغربية، بل أصبح صوب الموانئ القريبة لمكان انطلاق الرحال سواء على السواحل الأطلسية أو المتوسطية،
وإن كانت بعض المراسي تستقطب أكثر من غيرها تنقل الحجاج، لذلك أضحت مراسي كل من الصويرة والأسفي والعرائش وطنجة الوجهة المفضلة لتنقل الحجاج خلال مغرب القرن التاسع عشر. وخلال تنقل الحجاج الرحالة ورحيلهم من محل سكنهم إلى آخر نقطة من التراب المغربي، تركوا لنا فصولا مهمة ومقاطع متميزة عن مغرب القرن التاسع عشر، إذ أسهموا في الحديث عن مسار تنقلهم داخل التراب المغربي والقرى والمدن التي استقروا بها والحالة السياسية والأمنية العامة بالبلد، حيث تطرقوا لعناية السلاطين بوفود الحجاج واستقبالهم لهم بكل مظاهر الحفاوة والترحيب، هذا فضلا عن توفير المخزن الحماية اللازمة لركب الحاج في الذهاب والإياب. وإن كانت الأرقب الرسمية قد استأثرت أكثر من غيرها للعناية الفائقة، سيما وأن بعضها كان يضم ممثل السلطان من شيوخ الزوايا والتصوف، بل إن بعضها كان ضمنها أبناء السلطان وبعض الأمراء أيضا. كما رصدت لنا الرحلات الحجية خلال القرن التاسع عشر صعوبات السفر، حيث أضحى التنقل داخل فضاء مغرب القرن التاسع عشر محفوفا بمخاطر متنوعة، خاصة مع ضعف نفوذ السلطة المركزية في أقاصي البلاد، مما نتج عن اضطراب الأمن في مسارات التنقل بين القرى والحواضر، وزاد الصراع والحروب بين القبائل من تأزيم الوضعية الداخلية للبلاد، هذا فضلا عن تعرض الحجاج للمضايقات والاستغلال من طرف أرباب السفن الذين أصبحوا يكدسون الحجاج على متن سفنهم في ظروف كارثية ولا إنسانية بالجوع والعطش والضيق. لكل هذه الاعتبارات يمكن إدراج الرحلات الحجية ضمن المتون الرحلية الهامة التي رصدت ظروف التنقل والسفر خلال مغرب القرن التاسع عشر، من خلال حديثها عن الأحداث السياسية داخل البلاد وعلاقاتها الخارجية، وكذا الأوضاع الاقتصادية سواء من التجارية أو الفلاحية، ثم الأوضاع الثقافية والعلمية بالتطرق للحديث عن العلماء والعلوم المدرسة والمدارس بالحواضر والمدن، وكذا الحياة الدينية ورصد الوضع الديني والتصوف والزوايا والأولياء وغير ذلك، فضلا عن الوصف الجغرافي للمدن والحواضر والقرى والبوادي ومحطات نزول الرحالة، هذا فضلا عن الصعوبات الطبيعية والمخاطر الأمنية المرتبطة بظروف السفر في مغرب القرن التاسع عشر. غير أننا سنركز في مداخلتنا لهذه الندوة على الأوضاع السياسية في مغرب القرن التاسع عشر من خلال حديث الرحالة عن السلاطين وعلاقتهم بالولاة والعمال والقيادة، وكذا الأرقب الحجية ومسألة تنظيم السفر للحجاز برا وبحرا، ثم الأوضاع الأمنية داخل البلاد من خلال إشارة إلى ضعف نفوذ السلطة المركزية والتمرد بعض القبائل والصراعات والحروب بينها. وفي نقطة أخيرة عالجنا علاقات المغرب مع الدول الخارجية، لا سيما بعد احتلال الجزائر وما رافق ذلك من فرض جوار مغاير متربص بحدوده الشرقية، حيث كانت هزيمة إسلي وحرب تطوان اللتين كشفتا عن الإمكانات المحدودة والعتيقة للجيش المغربي، وبالتالي تكثيف الضغوط السياسية والاقتصادية لاستنزاف إمكانياته المالية والاقتصادية وإضعافه تمهيدا للاستعمار. لذلك تطرق هذا البحث لدراسة المتون الحجية المدونة خلال القرن التاسع عشر وتحليل مضامينها، لا سيما ما يتعلق منها بالجانب السياسي والأوضاع الأمنية والعلاقات الخارجية الخاصة بكل فترة من فترات حكم السلاطين المغاربة الذين تعاقبوا على الحكم خلال هذا القرن. ونبدأ بالأحداث السياسية بالمغرب مطلع القرن التاسع عشر مع الرحالة محمد بن عبد السلام الناصري الذي قام برحلته خلال حكم السلطان مولاي سليمان، والذي كلفه بحمل الهدايا والصدقات وتوزيعها على العلماء والشيوخ والصالحين لمصر والحجاز. وقد رافق الاميران مولاي حمد مولاي ابا عمران شيخ الزاويه الناصريه خلال هذه الرحله، وكانوا يحضرون بالاحترام والترحيب اللازمين اثناء عبورهما اراضي
القبائل التي كانت تتنافس في إكرامهم بمنح الهدايا للأميرين. وبعد عودة الرحل من الحج استقبلهم المولى سليمان بمدينة كناس على عادة السلاطين في استقبالهم لركب الحجاج وحبهم للعلماء والسؤال عنهم وإكرامهم. وفي ذلك يضيف الرحال الناصري متحدثا عن المولى سليمان قائلا: قام وقعد في إكرامنا ورفعنا فوق أقدارنا وواسانا بما لا يكافئه إلا خالقنا وحضرنا صلاة عيد الأضحى معه. وفي هذا الإطار يشير الرحال كذلك إلى إعجابه بالتقوى وورع السلطان واهتمامه بالعلماء، حيث كان يجمعهم ويهتم بتدريسهم للعلوم في مدينة فاس وغيرها من الحواضر. ومن ذلك جمعه في ناديه العلمي بمدينة كناس بين الرحال الناصري والخطيب محمد بن كيلان وقضاة كناس وزرهم. ومن الإشارات السياسية الهامة التي وردت في رحلة الناصري تحدثه عن الحدود الفاصلة بين المغرب وإيالة الجزائر من ناحية الظهرة، وهي أراضي شاسعة من الصحارى والقفار يستوطنها بعض الأعراب الذين يتجاذب حكمهم سلاطين المغرب وحكام الأتراك في الجزائر. كما أشار الرحال كذلك إلى انسحاب العامل التركي بالجزائر من مدينة وجدة وإنهاء تطفله عليها. وخشي الرحال كذلك من أعراب أنجاد الذين كانوا يعترضون لركب الحجاج، حيث اعترضوا لركبه بحوالي 200 فارس، سيما وأن لهذه القبائل ماض معروف في سرقة الحجاج ونهبه. يقول الرحالة: هم أناس فجرة من العمالتين، عمالة الغرب والترك، فإن أوقعوا إحداهما فروا إلى الأخرى متسترين بها، ولم ينجو الركب منهم إلا بعد بلوغهم نبأ إصرار السلطان مولاي سليمان لجيشه نحو الحدود الشرقية. لذلك غيروا من لهجتهم وطبيعة معاملتهم للحجاج وأظهروا لهم الفرح والسرور، ورغم ذلك لم يأمن الركب جانبه وبقي حاضرا منهم لأنهم من شر النازلين لهذا المكان. وكان من إيجابيات إرسال السلطان لجيشه إلى ردع هذه القبائل أن اقتص منهم وردعهم ورد المظالم لأهلها. في نقطة ثانية تطرقنا إلى الظروف السياسية للمغرب على عهد المولى عبد الرحمن بن هشام كما رصدتها كتب الرحلة المغربية. ونبدأ بالرحالة محمد التمراوي، وهو من الرحالة الأوائل الذين استعملوا الطريق البحري للذهاب إلى الحج سنوات قليلة قبيل احتلال الجزائر، وهو حج سنة 1827، وهو ما يبرز استعمال الطريق البحري للسفر نحو الحجاز قبل تعطل الطريق البري مع احتلال الجزائر، مما يدل على أن تحول الطريق نحو البحر مرتبط بتقدم المواصلات وظهور السفن التي تنقل الحجاج من الشواطئ المغربية نحو الإسكندرية في هذا التوقيت المبكر، وإن كان احتلال الجزائر قد قضى نهائياً على استعمال الطريق البري. وانطلق الرحالة من بلدته صوب ميناء الصويرة، فوجد سفينة بالمرسى ملئة عن آخرها بالحجاج، لذلك تردد الحجاج العالقين بين العودة إلى بلدانهم أو انتظار قدوم سفينة أخرى، إلى أن أخبرهم عامل الصويرة بقدوم سفينة أخرى، غير أنه منعهم من الركوب إلا بعد الحصول على إذن من السلطان، خصوصاً وأن السلطان كان قد أمر العامل بأن لا يسمح للحجاج بركوب البحر إلا بعد التأكد من الأمان فيه، خصوصاً وأنه خلال هذه الفترة كانت تجري حروباً بين المسلمين والنصارى. وقد تطوع الرحال التمراوي بالسفر إلى مراكش للقاء السلطان عبد الرحمن بن هشام لإبلاغه شكاية الحجاج واستئذانهم للسفر عبر البحر، وخرج أمر السلطان لهم بالدخول إلى البحر. عرف المغرب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر عدة أزمات داخلية من ثورات وتمردات عمرت جراح السلطة المركزية، وقد أشار الرحالة في يوني أثناء تنقله بين قبائل درعا إلى استفحال ظاهرة العداوة والصراع بين القبائل، وعلق على حال قبيلة آل تعقد بالقرب من بلاد تكنت بالقول: والعياذ بالله لما بينهم من العداوة، وكل فريق يخاف أن يتكلم مع الفريق الثاني وأصحابهم أمامه بسلاحهم مشمرين. ورغم كان الشيخ الناصري وسمعته الطيبة لدى كلا الطرفين المتحاربين، إلا أنه لم يتمكن من رفع الصرع بينهم وإصلاح ذات البين، وهو ما يدل على أن العداوة محكمة بين الطرفين. استفاد ركب الحاج طوال القرن التاسع عشر من حماية السلطان وتسهيل ظروف تنقله من المدن والحواضر المغربية، حيث يجد المساعدات اللازمة
من العمال والطيار الذين كانوا يتكفلون بتوفير كل ما يحتاجه الركب من أمن وضمان التنقل إلى غاية الوصول بالوجهة التي يقصدها سواء في الذهاب أو الإياب. بل أكثر من ذلك، كان شيخ الركب ينزل في دور المخزن بالحواضر التي يحل بها، وهو ما يبين المكانة الجيدة التي كان يتمتع بها لدى السلطان، فضلا عن سمعته ونفوذه بين القبائل التي يمر منها. ومن ذلك الرحال أحمد بن العربي الوزاني الذي حج سنة 1853 بمراكب شيخ الزاوية الوزانية محمد بن عبد الجبار، والذي استفاد معه من الضيافات والاستقبال الحار الذي خصص له أثناء تنقله من وزان إلى مدينة طنجة مرورا عبر القصر الكبير. ولما وصلوا إلى مدينة طنجة خصص لهم استقبالا رسميا، تحدث عنه بالقول: ما إن حللنا طهر طنجة حتى خرج أعيان البلد وأعيان الجيش بخيلهم ورجلهم ومعهم ما تيسر من الطبول والأعلام، وأدخلوا سادتنا دخول عز وإعظام، وأنزلوهم بالقصد من دار المخزن الكبير. ولما عاد الحجاج ورسى المركب قرب ساحل طنجة، أطلق المركب الذي قدموا فيه 23 طلقة إعلانا بقدوم الحجاج، وردوا عليهم من داخل المدينة بمثل ذلك. ولما نزل شيخ الركب أطلقوا 13 طلقة جديدة وردوا عليهم بمثلها، ونزلوا بدار المخزن التي نزلوا بها في الذهاب. تميز المتن الرحلي المدون خلال حكم السلطان عبد الرحمن بن هشام بغناه المعرفي وتراكمه الكمي والكيفي، إذ ازدهرت خلال هذه الفترة الرحلات الحجية وتأليف النصوص المتنية. وقد قام علماء وفقهاء برحلاتهم إلى جانب شيوخ الزوايا أو قوات السلطان، ومنهم الرحال الغلائي الذي حج سنة 1858 رفقة قائد قبيلة أوريكا، ولم يسافر قائد قبيلة أوريكا إلا بعد حصوله على إذن باشا مراكش إبراهيم بن سعيد الأجرامي، الذي طلب من القائد أن يسحب معه كاتبه إبراهيم بن ناصر والرحال الغلائي لسابق معرفتهم بطريق ومسالك الحج، خصوصا وأن الرحال الغلائي كان قد سبق له وأن قام بالحج يقول: أسهب الرحال الغلائي كثيرا في الحديث عن عهد مولى عبد الرحمن بن هشام، حيث تزامنت رحلته الثانية إلى الحج مع السنوات الأخيرة من عهده، وقد أرخ لتوليه الحكم بالقول، فقد عقد له البيعة المشهودة وولي الأمر المعهود سنة 1238، فهو إلى اليوم أدام للإسلام وجوده وله في وأقام في الصالحات عموده، وله في الملك من لدن ولي إلى اليوم، بل الآن 38 سنة، ومهد الله له كل شيء في الأمر ويسر له كل سهل ووعد. وأشار الرحال كذلك إلى المكان المتميزة التي كان يتمتع بها ابن السلطان وولي عهده محمد بن عبد الرحمن، وقد أعجب الرحال بعلمه وحلاه بأوصاف تتناول فيها أخلاقه وسياسته وتدبيره، حيث ولاه أبوه أمور مدينة مراكش ونواحيها، وقام بذلك أحسن قيام ووفر له كل ما تحتاجه إلى أن استقامت أموره. غير أن المناطق البعيدة من مراكش غالبا ما كانت تشهد اغتيالات أمنية خطيرة وخروج القبائل عن طاعة الولاة، مثل قبيلة الشيادمة التي تمردت على عاملها ووقعت بسبب ذلك فتنة كبيرة منعت التنقل بأمن وأمان. تبقى كم الوقت؟ 3 دقائق. شكرا. أنا أختم. ننتقل إلى راح الذين ذهبوا إلى الحج خلال عهد محمد بن عبد الرحمن، حيث لم نطبق خلال هذا السلطان إلا برحلة حجية واحدة، وهي رحلة إدريس بن عبد الهادي العلوي الذي كان يحظى بمكانة متميزة في الوسط السياسي المغربي. ثم ننتقل إلى الحياة السياسية في المغرب خلال عهد المولى الحسن، حيث ازدهرت خلال عهد هذا السلطان الرحلات الحجية عبر البحر بشكل ملحوظ، وذلك بفعل تطور وسائل النقل والمواصلات عبر البحر وتوفرها بكثرة، ما تنافس الشركات الملاحية من مختلف الجنسيات على نقل الحجاج بأثمنة مشجعة. ومن ضمن الرحلات المدونة خلال هذا العهد رحلة طيب بالجيران، لأنها كانت مدعومة من السلطان مولاي الحسن، حيث حج هذا الرحالة ضمن حج شرفاء الزاوية الوزانية، واستقبلهم السلطان مولاي الحسن في مدينة فاس، وهو ما يبرز مدى عناية السلطان بوفود حج وتسهيل تنقلهم سواء في الذهاب أو الإياب. وهناك كذلك رحلة السلطان مولاي الحسن
رحلات عليه السوسي الإغري الذي حج سنة 1893 والذي انطلق من سوس في اتجاه مدينة الصويرة، وهي رحلة منظومة تطرق فيها إلى عدة جوانب سياسية نخص منها ذكر لقائه بقائد تمنى. ثم قارن الرحالة الإلغي بين الحج في الماضي والحاضر، وكيف أن كان الرحالة يقطعون الفيافي والقفار برا عبر صحراء الجزائر وبرقة وسيناء في رحلة تستغرق سنة الذهاب والإياب. ومن الإشارات السياسية الهامة التي وردت في رحلته كذلك حديثي عن تراجع وضعف المسلمين وعلو كلمة الكافرين لتركهم الجهاد، بينما كان النصارى في تقدم والجهاد إلى أن احتلوا الجزائر وتونس، ولم تنج من الاستعمار إلى عهد الرحالة سوى طرابلس والمغرب. وختم الرحالة أبياته الشعرية بدعوة الله أن يأتي وقت يعز فيه الدين ويذهب الكافرين، لكنه لم يضر بحلده بأن طرابلس الغرب والمغرب ما هي إلا سنوات قليلة حتى يأتي عليهما زمان ويقعان بدورهما تحت نير الاحتلال الأجنبي. ونختم هذا السلطان برحلة أحمد السبعين الذي حج سنة 1893 والتي تزخر بمجموعة من الأحداث السياسية الداخلية وعلاقة المغرب بالقوى الأوروبية خصوصا فرنسا التي تحرش بحدوده الشرقية واستفزازات إسبانيا بالتخوم الشمالية. فقد ورد بين ثنايا الرحلة إخباري عن هجوم سكان سجناس على قافلة قادمة من الجزائر خاضعة للاحتلال الفرنسي، كما أشار كذلك إلى القلق الذي تاب الحجاج حين تناهى إلى مسامعهم خبر قطع السلطان مولاي الحسن الركوب إلى الحج. ولم تقل معاناة المغاربة مع الإسبان عن معاناتهم مع الفرنسيين، ومن مظاهر هذه المعاناة منع السلطات الإسبانية بليبيا دخول المغاربة والمسلمين إلى المدينة إلا بعد أن تجردهم من السلاح وتنزع منهم في البلاد. كما تمد رحلة السبعين كذلك عن أخبار عن هجرة المسلمين القاطنين شرق وادي عقرود الخاضع للاحتلال الفرنسي إلى غربه من البلاد. بقيت دقيقة واحدة. شكرا سأختم أستاذ. لحكم السلاطين المغاربة باعتبار وادي عقرود هو الحد الفاصل بين الحكومتين المغربية والجزائرية، وقد تزايد خلالها الاقتراح للجاليات الأجنبية بالمدن والحواضر المهمة، وإن كانت مدينة طنجة قد استقطبت عددا لا بأس به من الأجانب وكان لهم بها من عجيب البنيان ما لا يحيط به الوصف. نختم هذه الورقة بكون أن الرحلات الحجية المدونة خلال القرن التاسع عشر أمدتنا بإشارات سياسية هامة، وهذه حيث دون أن ننسى الأوضاع الداخلية ومنها الانفلات الأمني الذي عرفته بعض المناطق بتمرد قبائل خروجها عن طاعة المخزن. كما أثرت أوضاع سياسية بالجوار المغربي سواء في الضفة الشمالية المتوسط أو في الحدود الشرقية بشكل كبير على السياسة الخارجية للمغرب وعلاقته بالدول المحيطة، وقد شهد هذا القرن قوة اصطدام مباشر بين المغرب والقوى الأوروبية في مناسبتين في إسلي وحرب تطوان كشفتا ضعف المغرب وكانتا بداية للاستفزازات والتحرشات في حدوده ومصالحه تنهيبا لإخضاعه واحتلاله. في الختام أجدد شكري الجزيل للجمعية المغربية للباحثين في الرحلة وللسيد رئيس الجلسة، وأعتذر إن كنت أطلت قليلا، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ ربيع العوادي على مداخلتك القيمة، ونشكرك أيضا على احترامك للوقت المحدد في 20 دقيقة. سي ربيع العوادي أشار إلى دور الرحلات الحجية في عكس أو في نقل الأوضاع الداخلية للمغرب، وبين مدى أهمية هذه النصوص بكونها تحدثت عن مسار الحجاج المغاربة وتنقلاتهم في المغرب إبان القرن التاسع عشر، وبين ملامح الأهمية أيضا بالارتكاز على كيفية نقلها للأوضاع السياسية وتصويرها لمختلف الاضطرابات والإشكالات التي عاشها المغرب في هذه الفترة، سواء فيما يتعلق بين أبناء القبائل وما عرفته هذه المحطة من صراعات وإشكالات وتمردات، ثم أضاف أيضا وتحدث عن دور هذه الرحلات الحجية في كونها كانت محطة لتصوير الأوضاع المتعلقة بالمغرب
سواء داخليا أو في علاقته بالجوار وتأثير ذلك على سياساته الخارجية، خاصة في ظل الضغوطات الاستعمارية التي كانت تتحرش به. إذا نجدد الشكر للأستاذ ربيع.